بنعيد على قداسة البابا وبنقول له كل سنة هو طيب وكل سنة هو معانا، ويا رب السنة دي تكون سنة سعيدة علينا بعيد الميلاد، والمسيح يجي بميلاده يشيل عننا كل مرض ويشيل عننا كل حاجة. وبنقول لكل الناس كل سنة هم طيبين وكل الشعب المسيحي كله بخير. احنا بنهني من شعب الأسمرات من حي الأسمرات، بنهني قداسة البابا توادرس بالعام الجديد، ويا رب يكون سنة بركة لشعب مصر كله، وبنهنيه بالعيد الميلاد المجيد وربنا يحفظه ويديمه سنين طويلة ومديدة. بنهني قداسة البابا توادرس وكل سنة وهو طيب، وكل سنة وكل شعب الكنيسة طيب وبخير، وأبائنا في خير ودايما مجتهدين ودايما خدمين الكل. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وقداسة البابا المعظم الأنبا توادرس الثاني بخير، والكنيسة دايما بخير، وعام سعيد وعيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله دايما الكنيسة فرحانة بأولادها وبخدامها وبمخدوميها. وكل سنة طيب وقداسة البابا طيب ويعمل يا بنور، وربنا يديم كده وافتح الكنيسة بخير علينا كده كلنا. كل سنة وقداسة البابا طيب، ربنا يديمه لينا سنين عديدة، كل سنة وهو دايما معانا، كل سنة وكلنا طيبين، مناسبة عيد الميلاد وعيد ميلاد سعيد علينا كلنا.